دكتور محمد، يعني إيه الجديد في تنسيق هذا العام بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها؟ أولاً لو اتكلمنا عن تنسيق هذا العام هنتكلم عن حاجتين. الحاجة الأولانية انخفاض مستوى المجاميع هذا العام عن الأعوام السابقة. مفيش الدرجات اللي كنا بنسمع عنها اللي هي 102% و101% اللي كانت كتيرة جداً جداً في الأعوام السابقة، لأن السنة دي كانت بتعتمد على الفهم ولا تعتمد على الحفظ والتلقين، فتضيعت فرصة على أصحاب السناتر وأحصاء أصحاب الدروس الخصوصية اللي كانوا بيلقنوا أبنائنا وخليهم يدخل يقول اللي هو حافظ فقط ويطلع بعد كده ناسي. طب ده هيأثر ازاي يا فندم على مرحلة الجامعة بالنسبة للطلبة اللي كان هيجيب 100 هيجيب 90، واللي كان هيجيب 90 هيجيب 80؟ بالظبط حضرتك، دي نقطة أنا عايز أوضحها كويس للسادة المشاهدين. الجامعة بيبقى لها عدد معين من الطلاب المخطط للقبول فيهم. لو فرض مثلا ان كل جامعه تقبل 5000 طالب او اجمالي المطلوبين مثلا لكليه زي كليه الطب 5000 طالب على مستوى الجامعات المصريه، فبتتحدد هؤلاء الطلاب طبقا للترتيب التنازلي للمجموع، الاعلى مجموعا ثم الاقل ثم الاقل، الى ان يقف الى العدد اللي هو المطلوب دخوله هذه الجامعه والمطلوب لكي يقبل في هذه الجامعه في هذا التخصص في الجامعه دي. يعني انخفاض المجاميع دكتور محمد عبد الفتاح لن يؤثر في المكان اللي هيروح فيه الطالب للكليه؟ لا، لان المكان بيبقى محدد مسبقا، هو بيتم تنسيق الطلاب، هو ده اسمها تنسيق تنازلي من الاعلى مجموعا الى الاقل مجموعا وطبقا للاقبال. تمام. يعني ممكن تلاقي واحد جايب مجموع كبير ولكن هو ما بيرغبش يخش الكليه دي، فبالتالي مش خرج من دايره المنافسه. تمام. يعني في طلاب جايبين اكتر من 85% او 90% ومع ذلك مش هينسقوا في طب مثلا، فبالتالي عدد الطلاب اللي هيقبلوا في طب يبقى ده خارج التنسيق بتاعهم، لانه الترتيب الكليات اللي بتاخد مجاميع عاليه، مش عايز اقول كليات قمه يعني، ولكن الكليات اللي بتاخد مجاميع عاليه بترتب ترتيبا تنازليا طبقا للاحتياجات المطلوبه ليها كاعداد. هل في جامعات يا دكتور هتعمل امتحانات قدرات لتحديد ما اذا كان هذا الطالب اللي يريد جايب مجموع عالي ويريد ان يدخل الكليه بتاعته عنده هذه الموهبه وهذه القدره على انه يكمل في المواد المتخصصه اللي هو طالبها دي؟ مما لا شك فيه ان ده موجود من زمان، كليات التربيه الرياضيه وكليات الفنون التطبيقيه وكليات الفنون الجميله التي بتعتمد على القدرات اكتر من المجموع، دي بتعمل لها امتحان قدرات بالاضافه للمجموع. يعني بيقول احنا هناخد مثلا السنه دي 70% بشرط اجتياز امتحان القدرات، فده مترتب على الاثنين. يعني حتى لو جاب مجموع كبير ولم يجتاز اختبارات القدرات مش هيقدر يلتحق بهذه الكليات، لان الكليات بتعتمد اكثر على الـ القدرات الشخصيه والمهارات التي تتميز بها هذه الكليه، ولكن ذلك برضه هيكون مرتبط بالمجموع. يعني طب يا فندم، هل نطمح يعني في دول بتعمل دوت على مستوى كل الكليات؟ يعني انا عايز اخش هندسه ومجموعي عالي لسبب او لاخر بس ما عنديش الحلم الهندسي دوت والقدرة على أني أبقى مهندس، هل نطمح في مرحلة قادمة مع تطوير الجامعات أنه التطوير التعليم ما قبل الجامعي مع امتحان قدرات الجامعة وتبقى خلصت على كده، ما يبقاش عندنا المشاكل والخضة بتاعت الثانوية العامة والتنسيق وغيرها؟ أنا شايف نظرة مستقبلية أن تطبيق التعليم بالنظام الجديد اللي بيعتمد على الفهم والمراجعة والبحث والاستقصاء، ده هو اللي هيؤدي إلى ذلك. هيؤدي إلى أن كل طالب هيختار الكلية بتاعته طبقا لقدرته على وصول مواصفاتها أو امتياز واختبارات هذه الكلية، وده بيبقى من البداية خالص، مبيبقاش من ثانوية عامة فقط. لا يعني صحيح. يعني هيبقى المقياس تراكمي وليس مقياس لسنة واحدة أو سنتين. طبعا ساعتها هنشهد نهاية لقصة كوميدية مأساوية أكيد حضرتك بتشوفها لما يكون واحد جايب 100 وواحد 102 103 وتقول له عايز تخش إيه يقول لك ما أعرفش. يعني دي مسألة حضرتك تفضلت بالكلام عنها لما قلت إن ده بيتحدد من قبل ثانوي. طب بالنسبة للجامعات الخاصة يا فندم، في جديد في تنسيقها السنة دي؟ بعد ظهور القبول الاستقرار للجامعات العامة أكيد هيبقى التنسيق بتاعها هو غالبا بيقل في حدود 5% تقريبا عن الجامعات العامة، أو بيقل بنسبة معينة. السنة اللي فاتت كليات الطب مثلا بتاخد 95، في الجامعات الخاصة بتاخد 90، ففي 5% بتبقى أقل أو كده. يعني لازم يكون في يعني إلى حد ما فرصة للطلاب الذين لم تتاح لهم الفرصة للالتحاق بالتعليم العام طبعا. ودي أنا بسميها تكلفة الفرصة البديلة. يعني هو قصر في أن يلتحق بزمايله في كليات التعليم العام فبيلتحق في مجموع أقل من كده، أو ما فيش فرصة ليه في مجال التعليم العام فبيلتحق في التعليم الخاص، ولكن كلاهما جناحي التعليم. يعني أيوة. ما بقولش أن التعليم الخاص
افضل من التعليم العام او العام افضل من الخاص، الاثنين يخضعوا لوزاره التربيه والتعليم ووزاره التعليم العالي، ويخضعوا لرقابه التعليم الحكومي، ويخضعوا للمجلس الاعلى للجامعات، والاثنين بيطلعوا خريجين كويسين. ده تعبير موفق جدا، لانه زي ما حياتك بتقول هو بس التكلفه الماليه، لكن ده بيطلع تعليم كويس، ده بيطلع تعليم كويس. بشكرك جدا دكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي. عندنا بقى مشروع بتاع البلازما، والفيديو الجميل اللي اطلقته وزارة الصحة والسكان عن ازاي عبر فيسبوك ازاي تتبرع بالبلازما، وايه الفايدة الكبيرة والعلاج الرائع لامراض كتيرة جدا بتصيب الانسان المصري هيتخلص منها بهذا العلاج فقط، هو التبرع بالبلازما الدم. تعالوا نشوف هذا الفيديو اللي بيوضح هذا المشروع الكبير لمصر، ان هي تبقى من مصنعات الدول اللي بتصنع مشتقات البلازما وتنقلنا نقلة حلوة قوي.